ولأنه ختام سنتنا مسك رح نروح مع شاب سوري بلش من عمر ال5 سنين بدراسة الموسيقى، هو من عائلة فنية وبعمر ال20 انتسب إلى عائلة ذا فويس يلي أضافت لإله وانتشر عالميا ليتوج فنه بالطريق الصحيح، واليوم صار له العديد من الأغاني الخاصة وشارك كتير بالمهرجانات السورية والحفلات أيضا بسوريا وخارج سوريا. اليوم رح نختم عامنا بصوت الحلبي المميز بالشاب السوري عبود برمدا. صباح الخير عبود، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد سنة وانت سالم. وانت سالمة يا رب، الله يخليك. يسعد صباحك يا عبود، وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا رب. بدنا تصبح علينا بغنية أول شيء قبل ما نحكي معك عن شيء. هيك فورا؟ فورا. هاي المايك قدامك. ايه يلا. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين، بصيري مشيني لبعيدي وديني تا أعرف لمين، وما بعرف لمين لمين. الله عبود عن جديد أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله سنة خير تكون عليك. يعني عم نشوف من خلال فيديوهاتك يلي عم تحطها يمكن على السوشيال ميديا قديش عم تلاقي نسب عالية من المشاهدة، وكل هالشي هو نتيجة علم أنت متعلمه من أنت وصغير، تكنيك موسيقى صح، غنى صح. خلينا نتعرف عن عبود بدايتك من 5 سنين لهلأ أكثر. هلا بلشت انا دراسه موسيقى من وقت ما انا صغير اصلا، نحن لانه بالبيت عائله فنيه، عائله فنيه ربينا على هذا الموضوع، على موضوع الموسيقى كبرنا. بلشت دراسه من عمر 5 سنين، درست ايقاع بعدين درست موسيقى تركيه تقريبا بعمر تقريبا ال 15 سنه بعدين تقويت هيك لحتى صرت تقريبا 19 سنه كنت عم بدرس عربي كمان كموسيقى طبعا. بعدين اشتركت بذا فويس وكفينا، يعني صار قلت لازم يعني اني توج هذا الشيء اللي انا درسته اللي تعبته بشيء مهم وشيء حلو. أكيد. فاشتركنا بذا فويس والحمد لله يعني عملت الشيء اللي انا بحبه وانتشرت عالميا رضيا عن حالي الحمد لله. ماشي الحال. كان في مرحله قبل ذا فويس ومرحله بعد ذا فويس عبود. خلينا نحكي اليوم، شو عملت أغاني سنجل جديدة؟ ما ضليت على الطرب الحلبي، يعني إن أنت منوع باختيارك للأغاني، فاحكي لنا كمان عن هاي النقطة. هلأ أنا بسمع كل شيء، أنا بحب كل شيء، بغني كل شيء. طرب بحب الطرب أكيد، نحن اليوم منراعي موضوع المغنى دايما باختيار الأغاني لأنه بدنا نراعي المدرسة الحلبية اللي درسنا فيها، بس ولكن أنا ماني الشخص الطربي البحت، يعني أنا مو هذا الشيء اللي بحبه. أكيد بحب الطرب، بس ولكن خلص يعني نحن عم نحاول أنه نصيب الجيل الجديد وقت عم نقول مغنى حلو وعم نراعي موضوع المغنى عم نصيب الجيل اللي بسمع حلو بسمع صح يعني. فلا عم نبعد على موضوع الأغاني الطربي. عملت أول غنية بتحبيني من ألحان يزن الصباغ، كلمات رامي كوسا، توزيع إليا نستا، أكيد طبعا المميز أكيد. أسماء سورية أكيد، إليا نستا لبناني كمان نوجه له تحية. العمل اللي بعده عملت صدق بقى من ألحان فضل سليمان وكلمات علي المولى وتوزيع ميشيل فاضل. لقيت شيء حلو، عملت تنتين قريبين من بعض يعني بالإصدارات، واحدة سلو واحدة سريعة، وبعدين عملت شارة مسلسل فوضى مع الأستاذ طاهر معملي كمان لقيت نجاح حلو.
الحمد لله يعني راضيان على الشيء اللي عم بعمله. الحمد لله. عبود، ظروف صعبة مرقت على سوريا، ظروف صعبة مرقت على حلب خاصة، حضرتك من الشباب يلي ضلوا صامدين بالبلد ووقفوا حد البلد بفنهم، يعني دائما بنقول كل مواطن بشغله هو جندي، أكيد عم يحارب من أجل سلامة هالبلد. طبعا. خلينا نحكي اليوم بالفن، نحن أكيد تعرضتوا لكمان ظروف صعبة، مرقتوا بشح بشركات الإنتاج، مرقتوا بشح بالانتشار، قديش ساعدكم الفيسبوك. خلينا نحكي عن هي المرحلة ومرحلة التعافي اليوم، قديش هيك بتعطي أمل وخاصة بالفن. يعني أكيد نحن اليوم كفنانين إذا ما وقفنا جنب بلدنا وكنا عم ندعمهم برا، عم ندعم بلدنا، أكيد يعني هذا يعني هذا الشيء بيعطينا يعني بيعطينا قوة. يعني بالعكس الواحد إذا ما انطلق من بلده وكان قوي ببلده ما بعتقد إنه هو ينطلق من غير بلد. والحمد لله يعني كنا دائما مع البلد من أول ما بلشت بذا فويس، وظليت عدة فترة إني أنا اضطريت إني أقعد فترة بلبنان، هلأ جيت عن جديد وصرت هون وبلشنا إصدارات من هون، وحتى هلأ في عنا عمل جديد سوري بحت. نحن نعمل مفاجأة حلوة مع أستاذ هاني طيفور، نوجه له تحية طبعا. رح نعمل شيء كتير حلو وعم نحضر العمل حلو، وإن شاء الله يا رب هيك الناس تحب إن شاء الله. أكيد. طيب عبود، خلينا كمان هيك نسمع منك شيء. أكيد. يعني مثل ما بتحب من اختيارك. يا غنيتك غنيتك الأولى. يلا. يلا أكيد. أوكي. قلت بحبك ما رديتي، خجلتي وعيوني خبايتي، ضميتك لقلبي وحسيت ايدك عخصري شدايتي، حطتني الدنيا بدربك لا تخبي الكلمة بقلبك، بحبك قد الدنيا كلها بتحبيني قد ما بحبك، قولي بحبك قوليها ما عاد بدي تخبيها، عيديها تصدق حالي داخل الله عيديها. سلام هالصوت. مرسي. عبود، دائما بالمجال الفني بيكون لكل حدا مثال اعلى بالفن، انت مين مثالك الاعلى ومينك من انت وصغير بتحب تسمع له اكثر شيء وبتحب تصير مثله وحسيت انك انت عم تمشي على هالدرب؟ هلا انا بسمع كل شيء، يعني بسمع كل انواع الموسيقى، بحب اكيد استاذ وديع الصافي. بالفتره الاخيره تعلقت بصابر الرباعي لانه هو كان الكوتش تبعي، يعني كنت في فريقه لصابر، فعدت علي سنه دائما كون معه، دائما الناس بتشبهني لقاله، انا ما بحب هذا الشيء ولا هو بيحب هذا الشيء، بس ولكن شيء مفروض علي، يعني ما بعرف ليش هيك، بس فيني اقول انه ايه استاذ صابر بحب الشيء اللي بيعمله كثير. هو يمكن قريب على اللون اللي انت هلا غنيته قبل شوي، في شيء منه للاستاذ صابر؟ ايه ممكن. اكيد. خلينا نحكي كيف كان رضاك على 2019 على مستوى النجاحات، وخاصه انه كانت مليئه بالحفلات والنشاطات اللي كنت انت مشارك فيها وكنا عم نشوفها يعني ونرصدها. لا الحمد لله كانت سنه نجاحات، يعني عملت كم حفلات حلو، كنت متواجد بطريقه حلوه، وعم نحضر هذا الشيء اللي نعمله هلا بال2020، هو اصلا عم نحضره بال2019. لا الحمد لله عملت كميه حفلات مهرجانات وكله كان ناجح الحمد لله. شاركت كثير بمهرجانات سورية بسوريا، وشفنا بالسنتين الأخرانيات عم يرجع قلق المهرجانات وخاصة يمكن للأرياف والمحافظات السورية أيضا. خلينا نحكي عن أبرز مشاركاتك عبود. شاركت بمهرجان ليالي قلعة حلب، وهالسنة كمان كان في عندي حفلة بقلعة حلب، وحفلات عملت، كان في كم حفلات حلو. آخر السنة الماضية كنت مشترك بمهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس. كمان عملنا نجاح حلو، والحمد لله يعني راضي عن 2019.
الحمد لله الحمد لله. طب شو بدك تسمعنا شيء هيك بينطلب منك كتير، وخاصة السوريين اللي بيكونوا حتى بالبلدان العربية أو حتى هون بقلب سوريا؟ سمعنا شرط مسلسل فوضى. يلا يلا. عيش الفرح حب الدنيا، لا تشتكي وتلوم، ما في فقير ولا غني إلا في عنده هموم. كفي طريقك على هذا العمر الهني بيدوم، بالحق لا تجامل حدا حتى القيامة تقوم. عيش الفرح بالدنيا، لا تشتكي وتلوم، ما في فقير ولا غني إلا في عنده هموم. الله عليك. شكرا. عجد يمكن من أكثر الشعرات يلي قريبة من الناس ليا تماما، يلي كانت كتير قريبة من الشارع السوري بالفعل. عبود، شعرات المسلسلات شفنا كتير من أسماء النجوم عم تنطرح بالسنوات الأخيرة، أسماء كبيرة. من قبل كنا نشوف في عالم مخصصين لشعرات المسلسلات بالزبط. اليوم برأيك من خلال المسلسل والشارع قديش بتقدر تفوت على كل بيت، ويمكن خاصة بمسلسلات رمضان وخاصة بالإنتاج الموسيقي السوري، لأنه يمكن من أنجح الشعارات اللي عم تنعمل؟ أكيد أكيد. قلتيها أنه نحن مجرد ما عملنا غنية الناس مجبورين يسمعوها، يعني دايما بتكون ببيوتهم، وخاصة إذا كان عمل ناجح، يعني في أسماء معروفة كممثلين أو سيناريو حلو أو قصة حلوة. حلوة تجربة شارات المسلسل وانتشارها أسرع بيكون من الأغنية العادية. هلا عبود، الانتاج للأغاني اللي عم تصدرها خلينا نقول إنه هو من انتاج خاص إلك ولا انتاج شركة معينة؟ وشو المشكلة اليوم؟ لساتنا واقعين بهي المشكلة ولا لا صار أسهل بوجود مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى إنه مثلا اليوتيوب، مثل كثير من الفنانين عم يصدروا عبر اليوتيوب الأغاني الخاصة فيهم؟ هلأ أنا خلصت موضوع القصص شركات الإنتاج، كنت موقع مع شركة خلصت منها تقريبا من 2018، وبلشت إنتاج شخصي، يعني أنا عم بنتج ومعي هيك فريق هيك حلو بيحبوني بحبهم، معي أخي أستاذ بهي قنواتي مدير أعمالي، نوجه له تحية واقف بشوفك من وراء الكواليس. حلو حلو الإنسان يكون في هيك جنبه ناس بتحبه عن جد وبتدعمه. وشفت يعني شفت إنه شيء حلو إنه الإنسان هو يشتغل على حاله، صح. أو الفنان يعني بس طلع من خاصة من برامج، يعني إنه ما أنا نصيحتي لكل حدا بيخلص من بروجرام ما يتعاقد مع ولا شركة، كله كلام فاضي. هو اللي بيطلع قصدك اللي بيطلع مو اللي بيفوز، لانه خلص احتكر. لا حتى اللي فاز، يعني حتى اللي فايز، يعني انا ما 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 بنصح يشتغل على حاله، خاصه هاي الفتره، هي فتره اول ما يخلص يستغل هاي الرهجه تبع البروجرام او اي شيء وينتج لحاله. نعم. عبود، السوشيال ميديا اليوم بحياه كل شخص فينا قد ايه بتساعد على سرعه الانتشار؟ يعني بنشوف حياه اليوم لكل الفنانين عم تنزل ستوري انستا وفيسبوك، بتلاقي انه قاعدين عم نشوف ستورياتهم تعلقنا فيهم نتيجة يمكن كيف معيشين حياتهم الطبيعية والقريبة من الناس. اليوم السوشيال ميديا قديش كمان خلى سرعة بالانتشار، يمكن طبعاً. انت عبالك تدندن اي شيء فيك تنزل فيديو وتنزله على الفيسبوك. طبعا يعني انا برأيي موضوع السوشيال ميديا اخذ مكان التسويق عن شركة الانتاج، اكيد اليوم مهم بس مو مثل ايام زمان، يعني هلا كثير عم يختصر يعني انتشار، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين، يعني تماما يعني له سلبياته وله ايجابياته. هلا انا شخصيا ما بحب كثير يعني تفاصيل يومي، يعني انه هنا شو بدهم فيني ولا ليش تخليهم يتابع، عرفت كيف؟ بتحب الخصوصيه يمكن عبود شوي. يعني انا اوكي كل شيء متعلق بالشغل حلو، بس تفاصيل حياه يوميه وكذا انا هيك طبيعتي ما بحب يعني. طيب شو رايك تدندل لنا شيء مو هيك لايف عن حلب؟
يلا اكيد تحية حلبية مش طبعا شاملة حلب. اكيد. اسمك يا شهبة يا شهبة كتب مجد وحضارة، حضارة وآداب. اسمك يا شهبة يا شهبة كتب مجد وحضارة، حضارة وأدب. وبمية الدهب كتبنا يا حلب، بمية الدهب كتبنا يا حلب. انتي فجر الدنيا وانتي ام الطرب. تحية شكرا. صباحية اكيد لحلب الشهبة اكيد أكيد طبعا. وللحلبية صاحبين الصوت الجميل والقدود الحلبية دائما. يعني الحلبي أنت صوتك حلو، معناتها أنت حلبي أنت صوتك حلو. القدود قد ايه موجودة بحياة كل حلبي، والطرب الأصيل والفنانين اللي عايشين جواتنا الحلبية قد ايه بيأثروا بالمواطن الحلبي؟ خلينا نقول أكيد طبعا، يعني شيء ربيانين عليه من تلاقي صوته زمان مو يعني حلو من أجدادنا. بيقول يعني إيه طبعا، هلا نحن بحلب بيقولوا إنه أي بيت حلبي إذا ما في فنان في عازف، وإذا ما في تمام. عازف ولا فنان في سميع من الدرجة الأولى. في ناقد طبعا أكيد هو السميع أكيد. بس الشيء الحلو انه هلا الفنانين الحلبيين اللي طالعين جديد عم بيطوروا بالاغنيه الحلبيه، سواء كان بالموسيقى ولا بطريقه الاداء، ما عم بيخلوا كل شيء ستاندرد مثل ما هو، فدائما عم بيكون تطور يعني. وهذا الشيء اللي انا حاليا كمان عم بعمله يعني. فما يعني ما نخلي الناس دائما متعودين على صوره واحده، واقفه واحده يعني. عادي فيك انه يطلعوا سبور ويغنوا حلبي بطريقه موسيقى روك معنا ممكن يعني. ممكن يغنوا مصري، ممكن يغنوا غير متنوعين. قدود يعني. طبعا اكيد الصوت الحلبي اعتقد انه هو صوت مرن. مطواع يعني، بيغني كل شيء. صح. والله يوفقنا لحتى نحن نرفع اسم حلب ونرفع اسم بلدنا يا رب. أكيد عبود، خلينا نشوف كمان ونعرف أكثر وين رح تكون برأس السنة، يعني إن شاء الله كل عام والجميع انت بألف بألف خير. خير، آمين. والجديد اللي عم تحضر له. هلا كنا بكريسماس بطرطوس بفندق برج شاهين، هلا اليوم بالشام بالدمروز. ان شاء الله يا رب هيك نعمل شيء حلو. متحمس كثير الحمد لله، الحفلة حلوة رح تكون، وعم نحضر هلا ان شاء الله بالشهر الاول رح نعمل كليب، وفي عنا اغنيتين سوريين عم نرجع من عيد توزيعهم وتجديدهم. كفر جديد اغاني قديمة، شو اغاني هن قديمة حلوة. فينا نعرفه؟ هلا هن صايرين من اللون الفراتي يعني، يعني في الشبيه باللون البدوي يعني، بس عاملينه بشكل كتير جديد. طريقة كليب حلوة مع الأستاذ هاني طيفور، وإن شاء الله يا رب يعني نحن متأملين خير يعني بهاي الغنية وبهذا العمل. إن شاء الله يا رب، ونحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق عبود. بال 2019 والسنين الماضية يمكن كل إنسان بمر بتجارب بشعة. اليوم بعمرك القصير، ما بدنا نكبرك نقول بعمرك الصغير خلينا نقول، يلي مرقت فيه فنيا، شو هي يمكن أبرز القصص يلي قدرت تتجاوزها وقدرت ترجع توقف على رجليك من أول وجديد؟ هلا طبيعي قصة ال يمكن تكون نصيحة هي لكل حدا مبلش قبل شوي حكينا بموضوع الإنتاج، يمكن هذا أكثر شيء هلا نحن مأثر علينا كفنانين بشكل عام بالوطن العربي يعني. يعني اليوم موضوع مو بس على سوريا، صاير قلة شركات الإنتاج، صاير موضوع وطن عربي يعني. ف قصة الإنتاج إنه أنا عم بنتج مرتاح الحمد لله، مبسوط لهذا الشيء، عم بعمل الشيء اللي أنا بحبه والناس عم بتحب، وشي طالع من قلبي يعني. ومثل ما قلت لك نصيحتي انه يشتغلوا على حالهم، هن اي فنان بيطلع يشتغل هو على حاله. اكيد يا عبود، يعني هيك بتحب تعايد حدا هيك سريعا قبل ما نختم اكيد معك؟ طبعا بدي عايد اول شيء، بدي عايدكم كل عام وانت بألف شكرا خير. كثير على الاستضافة الحلوة، وبدي عايد بلدي سوريا يا رب هيك ان شاء الله تكون سنة خير علينا يا جميعا. رب ويا رب
يكون وحتى الميلاد يعني حتى يكون ميلاد جديد حتى لسوريا يا رب. أكيد ونتمنى الخير للكل. نحن أكيد نتمنى لك سنة حلوة وسنينك القادمة تكون أحلى وأحلى. آمين. ونشوفك بالمكان يلي بيليق فيك بهالصوت الحلو وبهالشب السوري يلي عن جد بيرفع الراس. شكرا كتير لك عبود برمدة. تحية لعائلتك أكيد وإن شاء الله سنينكم كلها أعياد. شكرا كتير لك. كلك زو. شكرا لك عبود على وجودك معنا.